كلنا عاوزين نشوف أطفالنا بتكبر وتتطور جسدياً وذهنياً بأحسن شكل، بس المشكلة اللي مش شايفينها إن تقريباً نص أطفال مصر عندهم أنيميا نقص الحديد اللي بيخلي نفسهم مسدود عن الأكل. التغذية السليمة بتقلل نسبة التعرض لأنيميا نقص الحديد. زودي أكلات غنية بالحديد زي السبانخ والبيض والعدس واللحوم الحمراء في أكلهم. كوبايتين من بيبي جونيور بيوفر لهم 69% من احتياجهم اليومي للحديد. بيبي جونيور، خلي أساسهم حديد.